بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هكلمكم عن أنظمة استدعاء الممرضات، النيرس كول سيستم، أنظمة استدعاء الممرضات. في ناس كتيرة جدا بتدخل مستشفيات، بتلاقي في الطرقة في المستشفى بعض اللمبات اللي بتدي ألوان، بتروح على الباب الخاص بغرفة المريض بتلاقي برضه لمبة بتدي ألوان مختلفة، بيدخل جوه غرفة المريض بيلاقي على السرير في حاجة بنسميها البي اتش يو. البي اتش يو عبارة عن حاجة بنسميها البيد هيد يونت، بيلاقي مكونات خاصة بأنظمة استدعاء الممرضات وهو مش عارف ايه. بعض الناس بيدخل الحمام بيلاقي بول كورد، تمام، او بيلاقي حاجة عاملة زي الحبل كده بيشدها وهو مش عارف، تمام، المكونات دي خاصة بأنهي سيستم. النهاردة هبدأ أعرفك على المكونات المختلفة لأنظمة استدعاء الممرضات، وهجاوب على أسئلة كتير في هذا النظام. النظام ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من النيرس ستيشن اللي هي المحطة الموجودة عند الممرضات، وبيتكون من محطة تانية بنسميها البيشنت ستيشن اللي هي محطة المريض، وبيتكون من مين كنترولر. يبقى هو عبارة عن وحدات انبوت يونتس، وحدات ادخال، سنسورز وحساسات وسويتشات، وعبارة عن معالجة بروسيسنج يونت اللي هي المين كنترولر، وعبارة عن اوتبوت يونت بقدر من خلالها ادي اشارات والارمز بحيث تقدر الممرضة تعرف انهي غرفة وانهي مريض اللي عنده المشكلة وتبدأ تتوجه له على طول. كمان النظام ده بيسهل التواصل بين الممرضات والطبيب الاستشاري، تمام، او بين الطبيب الاستشاري والممرضات والمرضى. يبقى هو عبارة عن نظام متكامل بيعمل عملية ربط بين المنظومة الصحية، سواء بين المريض وبين الممرضة وبين الدكتور الموجود في المستشفى، عشان يسهل عملية الوصول للمريض المحتاج خدمة، تمام. وده ممكن معرفتك لمكونات هذا النظام ممكن انت بتنقذ حياة شخص معين. يبقى انت لازم في الفيديو ده تعرف ايه هي أنظمة استدعاء الممرضات. ده هيفيدنا كمهندسين تيار خفيف، وهيفيد عامة الناس ان هو يبقى عارف هذا النظام وايه هي مكوناته، عشان لو في حد موجود في المستشفى، تمام، يبدأ يديله نصايح يستخدم ازاي هذا النظام في تسهيل الوصول بين المريض وبين الممرضة او الممرض، تمام، وبين الطبيب المباشر او المعالج لهذه الحالات. لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الشركات المصنعة، عايز تبدأ تشوف ايه هي الشركات المصنعة لهذا النظام، عايزين نبدأ نشوف الكتالوجات الخاصة بهذا النظام بالتفصيل، ونبدأ نعرف ايه هي المكونات الداخلية لهذا النظام، خليك معايا في سلسلة فيديوهات هنتكلم فيها عن نظام استدعاء الممرضات. يلا بينا على الشرح.